وما دام الحكام ينامون ملء عيونهم ويأكلون ملء بطونهم ويتنقلون في استراحاتهم، فهل يذكرون جائعا؟ هل يذكرون سكان المقابر؟ هل يذكرون البؤساء؟ يا ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء وارحموا دموع الاشقياء، ارحموا دموع الاشقياء، امسحوا دموع الاشقياء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لعلكم تتقون. كان عمر بن الخطاب ايام المجاعة ينصب الموائد للشعب ويمر بالجالسين على الموائد ليمد يده فيطعمهم بيده، وجاء له طاه الطعام، جاء له الطباخ ذات يوم بقطعة من كبد الجمل ليأكل امير المؤمنين، فنظر الامير العظيم الى الكبد وقال للطاهي: لمن هذا؟ قال: لك يا امير المؤمنين. قال له الامير بكل ثبات وقوة ايمان: اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ اكل المسلمين اعطيتهم من اكبادها؟ فقال له: يا امير المؤمنين، ليس لها الا هذا الكبد. اتدرون ماذا قال عمر؟ هل مد يده الى كبدها؟ هل لاكها تحت اسنانه؟ هل مزقها بانيابه؟ لا، قال له: احمل هذا الى فقراء المسلمين، ولا خير في عمر ان اكل طيبها وترك عظامها للرعية. اذا فماذا تأكل يا امير المؤمنين؟ ماذا تأكل؟ قليل من الزيت مع بعض حصات الملح، قليل من الزيت مع بعض حصات الملح، حتى اصفر وجهه وكان وجهه ابيض اذا رأيته كأنك ترى قطعة قمر، اصفر الوجه الابيض من كثرة ما اكل من زيتها، وكان بطنه يحدث اصواتا، فكان عمر يقول لبطنه: صوتي او لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. لله ضرك، لله ضرك يا ابن الخطاب، ان جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لثمن الحلوى؟ فاشريها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديه. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. هذا هو عمر،
الى الذين يريدون ان يتمثلوا بعمر ان عمر ليس كلاما انما عمر عقيدة وعمل. عمر مدرسة الزهر، مدرسة الليل، مدرسة قيام الليل، مدرسة القرآن. كان عمر اذا صعد المنبر يوم الجمعة في كل الجمعة يقول للرعية: من منكم يتحمل الخلافة عني وانا اتنازل عنها له؟ من منكم؟ لم يكونوا عباد الكراسي، لم يكونوا عباد السيارات الفارقة، لم يكونوا عباد الامن المركزي، لم يكونوا عباد الحراسات والدراجات والمخابرات والموسيقات ومظاهر الدنيا، انما كانوا عبادا لواحد لا يغفل ولا ينام. عمر يتنازل كل اسبوع عن الخلاف، من منكم يتحمله؟ مسؤولية امام الله. ليس الحكم تشريفا انما الحكم تكليف، والراعي موظف عند الرعية. وكان عمر يقول: والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، وان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. الحاكم وصي على مال اليتيم، مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصية على مال اليتيم. لم تكن الخلافة مظهرا ولا شياكة ولا أناقة ولا رشاقة، كان عمر يقول: والله لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دغلة في العراق على حدود الدولة الإسلامية، دغلة لو عثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ أيها السادة.